بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم الخميس الموافق 19/8/21 تم تحميل 17 طن من لحوم سكوك الأضاحي موزعة على المديريات الآتية: البحيرة 3 طن، سوهاج 4 طن، قنا 4 طن، شمال سيناء 4 طن، القليوبية 2 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء المديريات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم، النهاردة الخميس الموافق 19/8 محمل 4 طن لحم سكوك الأضاحي لمحافظة سوهاج.